وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام، صلوا على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام. انا كنت النهارده هعمل افطار اكلك لوقتك اللي تاكله تاخد ثمنه ايا كان يعني. فعلي قال لي لا نعمله تحدي عادي. تمام، وانا معاك يا استاذ علي. انا عيشي مقرمش جدا، سامعين؟ هو بيحبه طري، انا مقرمشه لنفسي، سامعين؟ قرمشه هي حرية شخصية. اهم حاجة ما تنزعجوش مني في الفيديو. احنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، نزيد النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام. التحدي على الطبق ده بالبطاطس بالحواوش. تمام، تحدي سرعة. سرعة؟ انت جريئة. طب ما هو سرعة، ما ليه اللي خلص الاول. الراجل ده صعيب صعيب. صلى على النبي يا جماعة. بسم الله. انا اخد القرمشة ده الاول. بصوا القرمشة، حواوشي او عيش باللحمه، حاجه هو حلاوته مقرمش. بصوا بس حاجه بيتي، حاجه هي فاخر من الاخر. مزيكا ويطلع بتاعي سخن اكتر منه. عشان شد سبته يقرمش. خذي بالك سنانك هتتعبك. طلعت بتاعي بتاعه بتاعي لسه طالع من الفرن. كان سايباه يقرمش وانا بحب اكله سخن. لو بيرد محبوش. لهوي تحفة أستاذة. والله رئيسة فيس. بس تسلم ايدك يا شوشة. والله المخلل المخلل ملوش مكان معنا. مين يجيب لي اللي تاكله تاخد ثمنه؟ جميل. الله. مفروض انا عايشه مقرمش، يبقى انا على رغيفين وهو ثلاثه. لا هي اللي مختاره. انا مالي يا رب. وعارفه حوشي مهما تقولي هتخسرها هتخسرها. عايزه اقول لكم كل ما نحتار في ايه يقول هناكل حواوشي. انا من عشاق
هو كان ناقص حاجة ساقعة، بس محمد طول ما هو عيان احنا منعين اي حاجة ساقعة. اديني فرصتي. هو ده اللي بيغنوله يد 10 على 10. ولا في لسعة شطة؟ ايه الشطة كمان؟ برد مفهوش شطة. شوية شطة. ينفعش عشان ماما الشطة اللي فوق الطحينة محمياها. يا جماعة مش مزودة بصل لأن معدتنا كلها تعبانة. يعني بصوا ضريف حوشي متكلم، بس المفروض تزودي بصل. هو قعد يقول لي زودي بصل، قلت له هو بيحب بصله كتير. أنا محمد معدته تعبانه وماما معدتها تعبانه وانا معدتي تعبانه، فانا قللت البصل خالص. هو واقف جنبي وانا بعمله يقول لي كتري بصل، قلت له لا. انا ممكن افطر بصل او اتغدى بصل اتعشى بصل، ده مش بصل بحاف. مع الاكل يعني. يعني لو فرصه هي اكل بصل. ده ايه ده؟ قول هديت. انا خايف على الحواوشي اللي قدامي. انا عايز حاجه تبلع. بس عليها الاستحمام. مقرمش حرام. حرام ده الصوب ده. شو ما تقفش جنبي في المطبخ تاني. تحط فلفل كتري فلفل. كترت لك فلفل تنكرش. ترى المغرية دي بقى حتى مهمشة وقعت سنين. شفت بقى انه صعب؟ يبقى انا ايه؟ سنينك وقعتك تسيبه حرام. ما اقدر. الله انا من عشاق. انا كمان بتقولي محدش ما بيحبش الحوافة. اختراع يا كوتش. مين اللي اخترعه؟ طب اللي يعرف اللي اخترعه يقول لي عشان اشكره.
عرايس حواوشي ده تقريبا كده اصل اسكندراني. اسكندريه بيعملوها عجينه. بص بقى القرمشه دي، بصوا الصعام، اسمع وافهم كلامي. بص والله بص انا شايف ان القرمشه يعني ماشي، شايف اللي يكسب اكتر هو ده. اوعى وشك واللي يقول لك شوشو مش قدها قول له عندها. وانا بنتقم من نفسي. انت عارفين العيش ده اسمه ما بيتحمر. محمد واللي يقول لك شوشو مش قدها قول له عندها. تقول له ايه؟ ده عندها. علي صوتك. ده عندها. شجعنيش من قلبه. محمد لما بكره لا بنسى. عايزه بشوف الاسطوره اللي جوه. فلفل احمر بقى وايه؟ كده انت داخل بقلب بقى. انسي مشارك عمليات الدلعي. انت حرة. احنا اتنين قدام واحد. ده مقرمش والله كله رد. اللي تاكله تاكل تمنه في روح. انت بتاكل بسرعه هم ليه مكسرك في ليه؟ جدعان شويه. انت بتصور؟ ما بتصورش. انا ما بيصورش. شوف كده محمد اطفي كده وشغل. لا بيصور. انت عارفه؟ والله والله هو بيصور. احلى حاجه والله بيصور. وربنا يا علي ده الطير فيها رقاب والله بيصور. جهزتين والله بيصور. تخيلي كده كل ده مش بيصور. كنت هتعملي ايه؟ هتقول انا مرارتي. الرغيف كبير. امال مش باين كام دقيقة يا محمد؟ مش باين. بدأت اهنج. الله
أساعدك؟ ساعدتي؟ بجد؟ انت ضحكت عليا ليه؟ مش كنت عايزه توقع اللي تاكله تاخد تمنه ما ينسي بتاخدني بايه؟ خدي ارض الفلفل الحراق انسى اي حاجه تاني وقف يا ابني لغايه ما نشوف العقاب رجعنا لكم بالعقاب لن انسى له هذا الموقف جايب لي برطمان الشاي بس انا مش هتلكع في العقاب واقول لك لا وهاخد ومش هاخد ماشي. انا بص عشان تعرف ان انا كفو عقابات على كامله بقى ماشي يا محمد وتبلعيها اهي كمان ولا ضد والله معاهم معاهم عليهم عليهم لما تاكليها انت ايه بتاخد حقه خلاص حلفك والله معلقه الشاي طب جربوها تبقى صعبه جدا والله ما عارفه لما تاكليها طب ما ينفعش ادوبها في ميه يلا والله ما عارفه احطها توكل على الله يلا اتصري بس ابلعيها الاول يلا حاجه صعب والله اسكان شاي قهوة الحاجات دي بتبقى صعبة في وهي ناشفة بصوا بقى لو عجبكم العقاب ما تنسوش تحطوا اللايك وتقولوا لنا في الكومنتات عاقبها اكتر واكتر واكتر ماشي انت اتعلمت الشر ده وده مش حلو على شيء يا ماما ولو قالوا لك شوشو مش قدها قول له عندها لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي